أهم ما لاحظته في الفترة الأخيرة، تفضلت عن الحديث وفي مكانه عن التغيير الذي حصل في الفترة الأخيرة وبسرعة، وتحديدا عندما استلم الدكتور الدردري مهامه في هذه الفترة. برز عنصر مهم جدا أرى فيه كل الخير، وهو الشراكة مع القطاع الخاص. هذا التوجه يتكلم عن ليس القطاع الخاص كمستثمر، وأنا أريد أن أدخل بعد جديد هنا على موضوعنا اليوم. أنا لا أنظر، أريد أن تنظر الدولة إلى المستثمر كمستثمر فقط، بل كشريك. ولذلك نجد أنه تشكلت عدة هيئات ومجالس في سوريا تضم خبرات وقيادات من القطاع الاقتصادي الخاص، من رجال الأعمال ومن المستثمرين، ليتفاعلوا في اتخاذ القرار مع زملائهم من القطاع الحكومي. هذا التوجه توجه حديث وتوجه هام، وهو في نظري من البوادر المبشرة بالخير الكثير، لأن أهل العمل، يعني الدولة هي الراعي، هي الحارس، هي الموجه، هي الحامي، هي الأب الصالح، إنما صاحب المصلحة التاجر، صاحب المصنع، صاحب الصيدلية، المدرسة، كل عمل منتج، كل عمل إنتاجي هو أدرى بمشاكله وباحتياجاته من رجل الدولة. نعم، هو التشاركي شعار مطروح في سوريا على أعلى المستويات. صحيح. وهناك في استجابة من القطاع الخاص في هذا الموضوع، أشرت إلى بعضها. إلى أي حد تعتقد يعني أن البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة الآن للاستثمار؟ أنا أعتقد أن البيئة الاستثمارية جاذبة للاستثمار، لأن أنا معياري دائما، وأنا عندما أتكلم بمهامي الدولية كلها تتعلق بالتطور، بالتنمية. ما هي التنمية؟ التنمية هي وجه من النمو. فعندما يكون التوجه هو إلى الأفضل بدل أن يكون إلى الأسوأ كما يحصل في بعض الدول، الاتجاه هو ما يجلب الناس. أي أن المستثمر لا ينظر إلى وضعك كما هو اليوم، ينظر ما هو التوجه في سوريا. فإذا كان التوجه في سوريا، وهي نقطة كثير مهمة، وأتمنى على صانعي القرار أن يعطوها حقها خصوصا في الإعلام عن التوجهات الاقتصادية في سوريا. المستثمر يأتي للتوجه، هو لا يأتي لما هو موجود الآن، لأن استثماري اليوم مردوده بعد 5، بعد 10، بعد 30 سنة. فإذا أنا أريد أن أرى أين ستكون سوريا بعد 10 سنوات أو 20 سنة. ولذلك عندما أنا جئت إلى سوريا بقوة كمؤسسة، عندما أقمنا مبنانا في دمشق، مبنانا الخاص كمبنى إداري رئيسي، واستثمرنا فيه منذ سنوات بدأنا استثمارنا، لأني رأيت هذا التوجه، وأردت أن أكون عندما يصبح الوقت ملائما حسب التوجه أكون جاهزا لخدمة الاقتصاد. نعم، كيف تصف هذا التوجه؟ يعني لو طلب منك أن سئلت سوريا اقتصاديا إلى أين تتجه، بماذا تقول، ماذا ترى؟ أقول ثلاث أشياء. الشيء الأول، أنني أسمع صانع القرار الحكومي، المسؤولين الحكوميين بكل مراكزهم يتكلمون عن الحاجة للتغيير والتطوير. التغيير والتطوير هو المسؤول الذي يقول نحن بحاجة أن نغير ونطور. هذا يجلب الاستثمار، لأنه يقول لي أن عندك فرصة مستقبلية في هذا البلد، لأن البلد متجه إلى التطور. ثانيا، التوجه لسماع رأي الخبراء في الاقتصاد، وهم أصحاب المصلحة النهائية. يعني لا يمكن أن أعطيك رأيا وأنا مستثمر أو أنا مستشار، أن أعطيك رأيا ضارا، لأنني سأكون أنا دافع الثمن. فهذا مصلحته أن يعطي الرأي صحيح. فهذا التوجه الثاني الذي أراه، الاستعانة بالخبرات الوطنية الاقتصادية والاستشارية. ثالثا، أنا أرى أن هنالك توجه ل الحماية الحمائية. وأنا أريد أن أقول هنا صريح، وشوية يعني أختلف مع كل حكومات العالم. كنا نتكلم دائما عن فتح الأسواق، افتحوا الأسواق وستهجم عليكم الأموال،
وسيهجم عليكم الخير. وتكلمنا عن فتح الأسواق، وفتحت الدول النامية أسواقها وكمشت أسواقها أو حمت أسواقها الدول المتقدمة، بالعكس يعني الحمائية مارستها الدول المتقدمة. الآن بهذه الأزمة الاقتصادية الحالية أريد أن أوضح ولأمانة الرأي أن الدول المتقدمة بدأت باتخاذ كل الإجراءات الحمائية التي تحمي اقتصادها. هذا التوجه يهم المستثمر. أنا لا يهمني أن ينادي لي بأنه نحن والله عم نحرر التجارة ونحن بنفتح أسواقنا. تفتح أسواقها لأي هدف؟ لتحميني. قبل ما تفتح أسواقك بدك تحميني. يعني لما اجتمعت الاتحاد الأوروبي بعد الانهيار الأخير في سوق المال، لم يستطيعوا أن يتخذوا قرارا واحدا مشتركا أو تحريريا. قالوا على كل دولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية اقتصادها. هذا معناته حمائية، والحمائية مش جريمة. يجب أن نفهم أن منطق العالم الحديث وأن الحمائية هي حماية اقتصادك من الأضرار الخارجية. يعني هو حتى الآن صار في حديث عن إعادة نظر بمنظمة التجارة العالمية طبعا، ولأن التوجه الآن الحمائية. عندما يقول أوباما في مشروعه تبع 800 مليار اللي هو لإقامة لتطوير البنية التحتية في أمريكا، لن نسمح لأي شركة أو منتج غربي أن يستفيد من هذه المبلغ، من هذه الدعم 800 مليار. هذه الحماية، هذه الحمائية بالتعريف. يعني لو أردت أن تعرف الحمائية هي هذا. هذه الحماية هل تنطبق على الاستثمار الأجنبي؟ يعني أنا لا أفتح أسواقي للمنتجات الأجنبية كحماية تجارية أو اقتصاد صناعي، لكن للاستثمار أيضا. أنا لاحظت لك موقف من الاستثمار الأجنبي، لأنه أنا موقف من أننا يجب أن لا نخدع، لا نعول ونعول. أحسنت، على الاستثمار الأجنبي. الاستثمار العربي هو الأجدى. طبعا الاستثمار الأجنبي لا مش عربي. هذا مش أجنبي. أنا لا أقصد، لا لا، أنا العربي بالنسبة لي عربي. أنا الأجنبي هو غير العربي. أنا عربي وما عنديش يعني تعريفين، ما فيش يعني وجهين للقضية. في عربي وفي أجنبي. فأنا الاستثمار العربي هو استثماري، هو مستقبلي، هو بيئتي، هو أنا الحاضنة له. لأن هذا الاستثمار سيجد هنا مكانا أأمن له من أي مكان في الدنيا، وأثبتتها التجربة. يعني أنا أريد أن أسمع من خسر استثماراته في الدول العربية مقارنة بمن خسر استثماراته في الدول الأجنبية. نعود للحماية. أنا عندما أتكلم عن الحماية أنا لا أقول منع أي مشاريع حتى الأجنبية، ولكن من باب ما يفيد منها اقتصاد المصلحة الوطنية. وهنا أريد أن أقول أن هذا يتم من خلال المشاركة الحكومية مع القطاع الخاص في كل قطاع من الإنتاج. نعم، هذا الاستثمار اللي يجب أن يعني نكون كثير دقيقين فيه هو الاستثمار الأجنبي الوافد إلى أي سوريا أو أي بلد عربي. نعم. يعني هل تجد أنه يعني بكل القطاعات يجب أن نكون حريصين ودقيقين، مثلا قطاعات الصناعي غير قطاعات المصارف والتأمين، ولا كله يفترض أن نكون يعني نراعي فيه إلى حد كبير، أو نكون حريصين فيه تماما وحذرين فيه؟ يختلف الوضع من قطاع لقطاع. هذا هو السؤال. ولذلك يجب أن نجلس مع أهل القطاع. يجب أن يكون هنالك مجلس أعلى اقتصادي. أنا أدعو إلى تأسيس مجلس لحماية اقتصاد السوري من الانهيارات الاقتصادية المستقبلية العالمية، والتي أقول أنني أؤمن بأنها ستستمر لعشر سنوات. في انهيارات قادمة؟ الانهيارات القادمة هي المشكلة. هي يعني بدأ انهيار اقتصادي ممكن يستمر عشر سنوات؟ الآن بدأ الانهيار الاقتصادي. ما هو المقصود بالانهيار الاقتصادي؟ أي عندما تبدأ الأزمة في القطاعات الانتاجية، مثل قطاع السيارات في أمريكا، مثل قطاع الطيران، مثل قطاع الصحف. فوربس أهم مجلة في أمريكا الآن تعاني من الإفلاس. هذا قطاع منتج.